المدرسة المدرسة اللي انت فيها هم واصلين للدبلوم مباشرة وصلوا للدبلوم وعدوا لغاية ستة ابتدائي وعدوا تالتة إعدادي وعدوا أولى وتانية ثانوي وهم ما بيعرفوش ولا يقروا ولا يكتبوا. طب مين اللي اقترح إن هم ياخدوا المحو فين؟ هو مدرس دخل قال يا جدعان أنا عارف إن نص المدرسة ما بتعرفش ولا تقرا ولا تكتب فأنا تبرع ده تبرع منه هو كأستاذ هو أستاذ كويس أستاذ شخصية كويسة تبرع مني قال أنا تبرع مني كل يوم ساعتين بعد المدرسة للطلبة اللي ما بتعرفش ولا تقرا ولا تكتب. المدير عارف المدير عارف بس هو دي يعني دي مش منحة جاية من الوزارة ولا بياخد عليها مرتب إضافي. هي حاجة منه لله كده.